됐어요. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد قائد المجاهدين أجمعين. قام الأمن باقتحام في قطاع المرج بلدة نولة على جميع المحاور، والحمد لله قام المجاهدين بالتصدي لهم من ثلاث نقاط، ركز على ثلاث نقاط أساسيات وحاول الاقتحام منها، وقام المجاهدين بالصد. وفضل الله معنويات المجاهدين عالية جدا، وقمنا بإعطاء منذ قليل دبابة لهم، والحمد لله قائم الصد والاقتحام قائم والصد قائم، وبفضل الله سنقوم بردعهم إلى معقلهم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله إمام المجاهدين. ما زال مجاهدون الأبطال يقومون بالتصدي لأرتال الأمن التي تحاول اقتحام بلدة نولة في قطاع المرج منذ صباح هذا اليوم، وحاول الأمن اقتحام هذه النقاط، ولله الحمد تم قتل عدد منهم وعدد من الآليات والحمد لله. وما زال المجاهدون مرابطون في الداخل ليشردوا العدو من خلفهم. لا زال القصف الصاروخي يستهدف بلدة نولة في منطقة المرج في محاولة من النظام اقتحام الغوطة الشرقية من هذا المحور، بعد فشلها من اقتحام الغوطة من محور الجبل ومحور عين ترما بالإضافة لمحور حي جوبر.